سوق العمل صباح الخير. فرص كتيرة معنا اليوم. أول فرصة بالصيفي فيليج حيث مطلوب F&B Operations Manager للعمل بمطعم فرنسي مع خبرة 5 سنين على الأقل والراتب جيد. إذا مهتمين بعتوا CV على deploya.lb@gmail.com. منروح على المملكة العربية السعودية حيث مطلوب فورمان مع خبرة بين 5 و8 سنين لإرسال CV الإيميل hr@matrix-firm.com مع ذكر الوظيفة بالسبجكت. أما بفردا مطلوب محاسبة للعمل بشركة تأمين مع شهادة جامعية وخبرة بين 3 و5 سنين بالمجال. الإيميل management@uismanagement.com. فرصة جديدة بالدكوانة حيث مطلوب مساعدة إدارية للعمل بعيادة من دون حاجة لخبرة سابقة ومع لغة إنجليزية وفرنسية بسيطة. الدوام من الساعة 2 بعد الظهر للـ8 المساء. لمزيد من المعلومات التواصل على 70-044-592. وبصيدا مطلوب موظفة كول سنتر لشركة مع القدرة على الكتابة باللغة الفرنسية. إذا مهتمين بهالفرصة اتصلوا على 70-189-766. ننتقل لفرصة عمل جديدة بمارلياس حيث مطلوب شيف لمركز دايت من الساعة 8:30 الصبح للأربعة بعد الظهر. رقم التليفون للتواصل 81-863-526. أما بشوكين مطلوب عامل لمغسل سيارات مع خبرة. تقدروا تتواصلوا على 03-929-167. بالأخير بدي أذكركم بالإيميل اللي هو m.khalafa@aljadeed.tv. تقدروا ترسلونا إذا عندكم فرصة عمل حابين أذكرها ومن دون مقابل. هذا كان كل شيء من سوق العمل وعودة لفقرات صباح اليوم.